ضحايا الدجل والشعوذة في مصر. واحدة ست اسمها فاطمة مسمية نفسها الملكة مريم اللي عنده جن. تخيلوا لسه يعني عندنا هذه المفاهيم، اللي عنده جن في جسده يذهب للملكة مريم أو الشيخة فاطمة. هتطلع الجن من جسده إزاي؟ هتقوم بالاعتداء عليه والضرب الوحشي، هتطلع روحه ومش هيطلع الجن، هيموت. وبعد كده الناس تتكلم عن الدجل والشعوذة. لم نصل إلى الأهالي ولم نصل إلى هذه القرى وإلى هذه المناطق عشان نقول لهم إنه العلم، نقول لهم كمان الدين، إنما الناس تعتمد على الدجل والشعوذة بهذا الشكل. تعالوا نشوف الشيخة فاطمة أو الملكة مريم دجالة ومشعوذة بتقتل الناس بحجة انها بتطلع الجن من عندهم. طبعا لو قلنا هذا الكلام هيقول لك انت لا تؤمن بذلك. ازاي لا تؤمن بده؟ بيحصل ده بشكل كبير جدا وبشكل متواصل في عدد كبير من محافظات مصر. فلان مات ليه؟ اصله الدجال او الدجالة كان بيطلع الجن من جسدي فيقوم بالاعتداء عليه ويموت منه. تعالوا نشوف الملكة مريم ملكة الدجل والشعوذة واحنا غايبين تماما، لم نصل الى الاهالي. هتشوف حالة الاهالي وهم يتحدثون، لم نصل اليهم ولم نحدثهم بالعلم وبالدين. جه واحد اسمه محمود بعد الجمعة على طول بنص ساعة، قال له احنا عايزين اسمنت. رد قال له الصبة بتتفق معاها الحاجة اللي بتتفق عليها، انا بتفقش على صبات. قال له ده ابويا رجله وجعاه وتعالى انت تتفق معاه. راح جابده من دراعه من على العتبة وراح واخده في ايده تنيته ماشي. طلعت انا على العتبة بقول له ما تأخرش يا اشرف عشان احنا هنتغدى، هجهز غدا. في الليلة دي حوالي الساعة 12 كده سمعنا صراخ بره، فسمعنا انه جارنا اسمه اشرف توفى، عند بنت لها في الدجل والكلام الفاضي ده. في ولد اسمه محمود ربيع عبد الصمد بيقول لي ده اشرف ده خد ضرب موت، فضل يضربه فيه ضرب موت. فبقول له وفاه، راح رد عليا جدها قال لي ده في الجامع. قلت طب اشوف، قالت لي لا هي راحت لي لا ما شافوش، انت شوفه ليه؟ قلت لا انا اشوف. المهم دخلت لقيتهم حاطينه في الصاله على حصيره مشرح، وشه متبهدل متلسع، عينيه زرقاء، في دم تحت دماغه، في عصارة تكتيف. فبقول لهم ده مات، اشرف ده مات. راحت رد عليا هي قالت لي لا اشرف ده ما ماتش، ده مش اشرف، ده دجال. قلت لها يا بنتي يا فاطمه انت كده خربتي البيت. قالت لي انا مش فاطمه، انا الملكه مريم ومعاها قائد عراب ومحمد مراد، ناس صالحين من ربنا جايين من الطبقه السابعه من سابع سماوات. الناس اللي معاها هم اللي بيتصرفوا، مش هي اللي بتعمل، هم معاها وفي جسمها دلوقتي. وحتى حضروا هناك واتكلموا وقالوا وحد الله واتقوا الله. صحت ناس ما كنتش مصدق اسال هناك وبتصحي، وقالت عاوزه اتحدى اي حد يتحداني يجيب لي اي واحد عنده مرض ويتحداني باشعاعات وتحاليل وانا عالجه ويشوف انني كدابه ولا مش كدابه. البنت اللي هي البنت اللي عملت الحادث ده، ايوه عندها حاله نفسيه وعملت الوضع ده، فانا طبعا كل البيت خاف منها. شفت وهي جهايجه وبتقول له هش ومش هش وما اعرفش ومن الكلام الفاضي ده كله، مش عارف هم عملوا فينا كده. وفوجئت ان هي بنت واقفه بيقول لك هي دي اللي عملت الموضوع ده. بنت ما زادتش سنها عن 18 سنه، شكلها مش ظاهر لان هي لابسه نقاب وبتاع، وتقول لك ان هي الملكه وقاعده في القصر وقصص كده خزعبلات يعني زي ما بيقولوا يعني. ودي حاله جاهليه نادره وحاجه جديده على البلد، وحتى لا تتهم البلد كلها بالجهل، دي حاجه نادره واحنا نفسنا مش عارفين اساسها ولا عارفين لها تحليل. بنادي ائمه المساجد بالقريه ان يبقى هذا اللي كان يحصل القريه من شعوذة الدجل والشعوذة والسحر اللي هو جديد على القرية. ده وحيدي وانا انفصلت عن ابوه، معايا عند 14 ربيته بشقة عمري كله، عمري كله حطيته فيه، خده مني
خدوا مني، هو قضاء ربنا. اي نعم، بس ما كانش المثل بشع دي، ما كانش المثل بشع دي. انا مش عايزه الا حق ربنا، بس ربنا يدينا حق ويدينا الصغيرين ده الحق. دلوقتي انا عايزه حق ولادي، ولادي اللي كل غزاه بيسالوني على ابويا فاه، ابويا فاه. انا دلوقتي بقول هنقول لي مين يا بابا، انا اقول لي مين يا بابا. انا عايزه القانون ياخد لي حقي، على حقي دوله اللي ما بنامش الليل. يعني لا نحتاج لخيال سيناريست ولا نحتاج للخيال في السينما، يحدث ذلك في مصر الآن. الدجل والشعوذة بهذا الشكل، الملكة مريم بتعالج الناس، بتطلع الجان من الأجساد بالاعتداء الوحشي على الضحية بالشكل اللي شفناه. شوف وشه بس، هات لنا تاني صورة وجهه. وكل ده لأنه الدجل ينتصر، الشعوذة تتحكم. والبعض لما بتيجي حتى تكلمه بهذا الشكل، شايفين الاعتداء عليه، كل ده عشان تطلع الجان من جسدي. وبعدين واحدة في التقرير بتقول لا ده مش ده، هو ده الجان نفسه.